اسم البيه سبق الخير. أنا ياسر العاقل سارق ورئيس عصابة. أنت في عثرة أكبر سحارة الجمهورية التونسية. أثبت ابنه. أثبت. إيش في هذه فوتوشوب ظهر؟ البوصلة هذه تخدم كان بصمتكم الزوز توصلكم أكبر كنز مردوم تحت الأرض. قطوس يتكلم والمرة قطوس يتكلم حتى أنا أول مرة أشوف قطوس يتكلم. هذه صاحبي أرجع ركز ما جينا لنا يا نعم. أنت هو؟ اي انا هو رئيس الحكومه كاسح شي يولي في الخير يدز وحتى انتوما يا شعبي والله تعيشوا في العز خيل للكرومه للخارج ما عادش نتلز فيك الحومه غدوه تصاوري على الكتاف تتهز يا بنك النقد ويا ترقيمها وجايكم البوس واللي ما عندوش قدر يشتريه بالفلوس بالفلوس نهزوا روسنا بين الامم من اللي كنا بطره وتفيض علينا الكموم نجم تغمض عينيك كيف بساعدك الخاتم وين تسرق ولا ضاع لك مشيت للساغي الخاتم مليون ونص وهذه بثلاثين دينار واللي تقطع تيني هذه مش لك نخدم هكي ونعمل فلوس نكمل نشري لك الخاتم ريت السيد هذا اللي يخدم كيلو قطاني ودبوزه غاز يدخل برشا فلوس شعطيتونا انتم الحكومه اش عملتوا معانا شباب ضايع هكاك اش عملتوا معانا كيسات قدوتوها ناس حرقه التعلم الوضع اختير ياسر والامور بدات تخرج على السيطره نزيدو نستناو 30 دقيقه بعد نعمل الموديل لازمنا نقفل تونس شو هذا؟ هشو قصوا لي ورشو